أتذكرين؟ لا والله. أنت؟ لا والله. هكذا حدثنا عن البشير. أتذكرين؟ ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان دير. سوريا لي، سوريا لك، سوريا إلنا كلنا. غاية الإحراج. يحدث أنك تحبها، يحدث ذلك، ويحدث أنها تتعالى عليك، وهذا حقها المشروع الذي أعطيته أنت إياه. لا، هذا حقها المشروع فحسب، ما في داعي تحط حالك بالنص وتعزي نفسك بأن حبك إلى هو اللي سواها. سبحان الذي سواها، ما أحلاها، وما أحلاك وأنت وعم تتمرمط وراها، وما أحلى الناس وهي وعم بتحب على عماها. سيدي مالك بالطويلة على عماها وتوكلنا. ما بيقولوا إنه الحب أعمى؟ إيه والله أعمى، واللي بيحب معمي على قلبه بالضرورة. لذلك فقد رأينا أنك ملكة جمال، نحن شلة العميان اللي بيلقطوا زوايا الجمال من غير مكان. يعني بصراحة ما نكلها الأد حلوة، مو مثل ما كتبنا عنك بالأشعار مالك ملكة جمال، وهي أول كذبة كذبناها على الأخوة القراء. بس عذرنا أنه ما لنا وقحين مثل غيرنا وبنكذب على المشاهدين. يعني جسمك فيه شوية مشاكل، ومو كل شي بتلبسي بيلبقله، ويا ما تفركشتي بالكعب العالي وبين قصرك بالكعب الواطي، وظهرت عظامك بين معترضتين تقبري عظامي بالفستان الصيفي، وضاع شكلك بالأواعي الشتوي. يعني لا تفكري حالك تمام، لا 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 مالك تمام، بس عليك قوام يا أرض حرسي، ما عليك غصن بان دخلك، شو هاد البان؟ اظهر وبان عليك الأمان، يا مارد الحب اللي مالك بالكذب ومعسول الكلام. اظهر وبان وقل أنك لم تعد ماردا في هذه الأيام، وأنك تشعر بالضعف، وأن سعرك في أيام الغلا صار فرنجات، وأن الرايحات أحسن من الجايات، وأن الحسرة مو عليك، إنما الحسرة على أيام زمان، أيام كان الحب ما بينقاس بالهكتارات والدونمات، وما كان ينزام بالأبان. اسأل الله أيام زمان، لا تفكريني زعلان أبدا. صحيح أنه بتذكرك كل يوم، بس مو مثل الأول، يعني مو كل لحظة. الحقيقة صارت تمرق أيام ما أتذكرك فيها بنوب، وصرت أشعر بالذنب ليش ما عم بتذكرك، وصرت كل يوم غصبا عني استحضرك، وصار واجب تذكرك كل يوم مرة مناسبة من المناسبات. بس مناسبة بروتوكول عاطفي لابد منه، احتفال مع نفسي كل يوم في ذكراك اليومية، فولكلور، روتين. بس روتين غير ممل. ليش في روتين غير ممل يا معلم؟ على حسب انك شاطر بفن الكلام وشاطر في معايشة الآلام، وما بدها اثنين يشرحوا لك اياها. في روتين غير ممل في شي بتريد انه يكون معك طول عمرك، وانت بتعرف انه كل شي بيصير روتين، بس في روتين بتقبله لانك بتحبه، وبالحب ما في كلل او ملل، شأن دؤوب ولعوب، ولا مجال فيه للملل، لكن في مجال للروتين، والعلم عند رب العالمين. بس الفرق ما بين اليوم وايام زمان هو انه اذا سألتيني نفس السؤال ايام زمان بتحبني، كنت رح قلك انه بموت على سماكي وبمشي وراكي وبعمل منك تمثال. اما في هذه الايام واذا سألتيني نفس السؤال رح قلك انه ما عم تطلع معي، بس لازم احكي لك بتحبني؟ سؤال محرج، لأنه في نقاط ضعف كتير بالجواب. إذا قلت بحبك في نقاط ضعف بالجواب، وإذا قلت ما بحبك في نقاط ضعف بالجواب، وأنا ما عندي جواب مقنع. سؤالك محرج كتير، غاية في الإحراج. هكذا حدثنا عن البشر. كنتوا عم تسمعوا لقمان دركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.